وفاة الممثلة الجزائرية فريدة صابونجي عن 92 عاماً. توفيت الممثلة الجزائرية فريدة صابونجي صباح اليوم عن عمر 92 عاماً بعد معاناتها من أزمة صحية، وفق ما أعلنت وزارة الثقافة والفنون في البلاد، علماً أنها أحد أبرز الوجوه في السينما والتلفزيون منذ خمسينيات القرن الماضي. بدأت صابونجي المولودة عام 1930 مسيرتها التمثيلية على المسرح في سن 13، ثم واصلت التمثيل في المسرحيات التي تبثها الإذاعة الجزائرية في سبعينيات القرن الماضي، وانتقلت منها إلى التلفزيون حيث أحبها الجمهور من خلال لهجتها المميزة، خصوصاً عبر مسلسل المصيري سنة 1989. وعاصرت كبار نجوم الفن الجزائري على غرار محي الدين باشطرزي ورويش ومصطفى كاتب ومحمد الطوري وغيرهم، وشاركت في مسلسلات محلية آخرها دار البهجة عام 2013، كما أطلت في أفلام عدة آخرها الآن بإمكانهم المجيء لسالم إبراهيمي عام 2015. عرفت في الغالب بأدوار المرأة البرجوازية والمتسلطة والقاسية، وظل هذا النوع من الأدوار يرافقها إلى أن انطبع ذلك في أذهان المتفرجين. أعزن الرئيس الجزائري عبد المجيد طان في وفاة صابونجي في رسالة وجهها إلى عائلتها، جاء فيها: في هذا المصاب الجلل نودع اسما لامعا من كبار الفنانين الجزائريين، فلقد نالت رفقة ثلة من الفنانين التقدير والاحترام من خلال ما قدمته من أعمال مسرحية وسينمائية راقية، وكانت بذلك ثالا لأجيال من الفنانين. كما كتبت وزيرة الثقافة الجزائرية سوريا مولوجي أن الممثلة القديرة فريدة صابونجي توفيت بعد معاناتها من أزمة صحية حادة، لتفقد بذلك الجزائر عمودا من أعمدة الفن الجزائري الجميل.